تحية طيبة مشاهدينا الكرام، لكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. نبدأه بأبرز الأخبار في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم. اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول الراعية لمكافحة الإرهاب في نيويورك. 39 ألف حاج يغادرون المملكة، وثمانون سعودية يجرين اختبار القبول في الملاحة الجوية. مشاهدينا، ما هي أبرز الملفات التي سوف نناقشها بإذن الله في حلقة اليوم؟ إطلاق خدمة إصدار التأشيرات المعفاة من الرسوم للأشخاص ذوي الإعاقة. 600 حقيبة مدرسية من خيرية العيون لأبناء المستفيدين. و حياكم الله من جديد. أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن بدء تقديم خدمة إصدار التأشيرات المعفاة من الرسوم للأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج العمالة المنزلية مساند، بدءا من يوم غد الأربعاء، وذلك في إطار حرص الوزارة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم كل التسهيلات لهم. وتأتي هذه الخدمة امتدادا للتطوير التقني في تقديم الخدمات الإلكترونية لعملاء الوزارة، وسعيا منها لتسهيل إجراءات وأتمتتها وتوحيد شروط وضوابط إصدارها عبر الربط مع نظام الرعاية الاجتماعية. أيضا قال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبو الخيل إن هذه الخدمة تم إطلاقها في مرحلتها الأولى لتشمل جميع من لديه حساب في أبشر، ليصبح بإمكانه الآن التقديم على التأشيرة بشكل مباشر عن طريق البوابة الإلكترونية وبخطوات بسيطة موضحة بالموقع، كما يتم خدمة العملاء عبر إدارات استقدام الأفراد. مشاهدينا، والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة ومن الرياض مدير عام الإشراف على توظيف العمالة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبد العزيز محمد الحربي. هلا ومسهلا أستاذ عبد العزيز، الله يحييك في برنامج الوطن اليوم. بداية، خدمات كثيرة تقومون بتقديمها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. بداية دعنا نبدأ من هذا الخبر الذي يتحدث عن خدمة إصدار التأشيرات المعفاة من الرسوم للأشخاص ذوي القدرات الخاصة. أول شيء مسي عليكم على المشاهدين والمشاهدات. مساك الله بالنور. ذوي الإعاقة معفين من الرسوم حسب الأمر الثاني، وبالتالي هم لا يدفعوا الرسوم مقابل الحصول على التأشيرات. ما أتاحت له وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هو إمكانية إطلاق هذه الخدمة عبر نظام مساند. برنامج مساند يستطيع العميل أن يتقدم عبر نظام مساند والتسجيل فيه، ومن ثم الحصول على التأشيرة أونلاين دون الحاجة للحضور للوزارة. نعم. طيب، أيضا تقدمون خدمات كثيرة لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني على ما أعرف أنا طبعا بداية من الكراسي المتنقلة وأيضا خدمات كثيرة، أكيد أنت يعني ممكن تشرح لنا أكثر عن تلك الخدمات. طبعا لا شك أن ذوي الإعاقة يحظون بخدمات كثيرة في الوزارة وتسهل لهم هذه الخدمات، ولكن بحكم أن موضوعنا هذا اليوم هو عبارة عن التأشيرات، فإن التأشيرات لذوي الإعاقة سابقا يحتاج أن يذهب بنفسه إلى أي فرع قريب من المنزل، اليوم لا يحتاج إلى الذهاب لهذا، يحصل على هذه الخدمة عبر الدخول إلكترونيا لموقع مساند، ومن ثم الحصول على الخدمة مباشرة دون عناء التحرك والذهاب إلى أي فرع من فروع مكاتب العمل أو فروع الوزارة المنتشرة في المملكة. نعم، هذا تسهيل على ذوي الإعاقة للحصول على الخدمة بشكل طب ما هي أيضا الإجراءات؟ نحن أوكي، نحن تكلمنا هالحين عن خدمة إصدار التأشيرات المعفاة من الرسوم للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، أيضا ما هي الخدمات التي تقومون بها في الوزارة لهم؟ طبعا المقصود في منح التأشيرات طبعا هو قد يكون ذوي الإعاقة قد يكون يحتاج إلى خدمات منزلية، سائق منزلي، عاملة منزلية، ممرضة منزلية، وبالتالي يحصل على هذه الخدمة من خلال التقديم على نظام مساند، وبالتالي هو
يحقق الخدمات ما بعد الحصول على التأشيرة، وإمكانية إن شاء الله أن يحصل على تعاقد مع مكتب أو شركة استقدام متخصصة لتقديم هذه الخدمة. طيب بما أن نتكلم الحين مثل ما أنت يعني حاب عن موضوع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو القدرات الخاصة، أنا دائما أطالب وأقول أن هم أصحاب الهمم، أصحاب القدرات الخاصة. وفعلا يعني احنا دائما نشوف الكثيرين من الأشخاص ذوي القدرات الخاصة ينجحون، يتزوجون، يكونون أسرة، ويعوضون بالعكس. يعني يعني الشخص اللي عنده قدرة خاصة او مثلا ما يقدر انه هو مثلا يقوم بمهام معينة يعوضها بمهام اخرى. طيب هل هذه التأشيرات اللي الحين احنا قاعدين نتكلم عنها، هل الأسعار أو قيمة التأشيرة هي نفس الشخص العادي أم في اختلاف بالسعر؟ طبعا للشخص العادي هناك رسوم حكومية، أما لذوي الإعاقة فهي تقدم مجانا لهم بدون رسوم، بدون أي رسوم حكومية. نعم. طيب هل هناك مساعدات أيضا فيما يتعلق بزواج ذوي القدرات الخاصة؟ هل هناك مساعدات عينية مادية أو حتى معنوية لهم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؟ طبعا لا شك أن هناك قطاعين في وزارة العمل، قطاع العمل وقطاع التنمية. وفي قطاع العمل، في قطاع التنمية تقدم لهم الخدمات الشاملة سواء من حيث الدعم المالي أو من حيث التأهيل الشامل لهؤلاء. أيضا هذه الخدمات يصعب حصرها الآن في هذه المكالمة، ولكن تقدم بشكل مباشر لأي فرع من فروع الوزارة. لا شك أن كما أشرت ذوي القدرات الخاصة أو القدرات الخارقة هم يحصلون على هذه الخدمات بشكل مباشر عبر الوزارة أو بشكل مباشر عبر الوزارات والجهات ذات العلاقة الأخرى، وتقدم لهم الخدمة بشكل يفوق توقعات حتى العميل. وتسعى الوزارة بشكل مستمر أن تجعل هذه الخدمات في متناول ذوي القدرات الخاصة كما أشرتي، لأن لا شك أن هذه الخدمة كلما قدمت وكلما كان رضا العميل بشكل قوي جدا، ويقاس رضا العملاء عبر مركز اتصال متخصص، ويتم تقييم هذه الخدمة ويتم تطورها الوزارة بشكل مستمر حتى نحظى برضا، وليس فقط برضا بل بسعادة هؤلاء العملاء الذين نتشرف بخدمتهم. نعم. عموما أنا أيضا سعيدة اليوم بوجودك معي في برنامج الوطن اليوم من الرياض، مدير عام الإشراف على توظيف العمالة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبد العزيز الحربي، شكرا جزيلا لك. أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث أنها بدأت بالتحقيق فيما يتداول عن منع شاب من التوظيف بسبب لحيته. وذكرت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في تويتر مساء يوم الاثنين إشارة إلى ما تم تداوله بشأن اللحية تمنع توظيف شاب، باشرت الهيئة التحقق من الواقعة ونأمل من الشخص المتضرر التواصل معنا لخدمته. مشاهدينا، قبل الفاصل انتقينا لكم هذه التغريدات من تويتر حول أبرز الأخبار المحلية في السعودية لهذا اليوم. ترقب لأول مؤتمر إعلامي لرئيس هيئة الرياضة وأنباء عن قرارات تاريخية غير مسبوقة. القتل قصاصا بجان قتل مواطن طعنا بسكين مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما في نجران. والشورى يدرس مقترح للحد من تفشي الفساد الإداري، وتقرير يحذر من ضرر الرشوة في القطاع الخاص. مشاهدينا، فاصل قصير ونواصل بعده الوطن اليوم. حياكم الله من جديد. قدمت جمعية العيون الخيرية أكثر من 600 حقيبة مدرسية ضمن برنامج الحقيبة المدرسية الذي يستهدف أبناء المستفيدين من الجمعية، فيما فتحت الجمعية المجال للمجتمع بدعم البرنامج الذي يهدف إلى دعم الأسر ومساعدتهم بقدر الإمكان في مستلزمات الدراسة، حيث حددت قيمة السهم ب50 ريال تدفع عبر حساباتها البنكية المعتمدة أو تسلم مناولة في مقر الجمعية. كما دعت من لم يستلم الحقيبة بزيارتها لاستلامها.
بدوره شكر رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد دحسين شركاء النجاح متمثلين في الداعمين والمجتمع على دعمهم المتواصل، كما شكر القسم النسائي والمتطوعات على جهود المبذولة في توزيع الحقيبة، وسأل المولى أن يجزي الجميع كل خير وأن يوفق الطلاب والطالبات في العام الجديد. مشاهدينا والتعليق عبر الهاتف معنا من الإحساء رئيس قسم الإعلام في جمعية العيون الخيرية سعد بن حمد العيد. هلا ومسهلا أستاذ سعد، الله يحييك في برنامج الوطن اليوم. بداية حدثنا عن جهود الجمعية ومن هم من تشملهم المساعدات سواء كان بالحقائب المدرسية أو حتى بالسلل الرمضانية بشكل عام. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشكركم من الأعماق على كرم الاستضافة وإتاحة الفرصة للتحدث والتعريف بالجمعية. بشأن الفئة المستهدفة، تقدم الجمعية على مدار العام خدمات لفئات محتاجة بينها أيتام وكبار سن وأرامل ومحتاجين عبر برامج نوعية مطروحة من قبل الجمعية وفق شروط معينة تحدثها الجمعية بين فترة وأخرى، رغبة في الحصول على حتى معلومات صحيحة على مدار العام تمكنها من تقديم الدعم بالشكل الأمثل على مدار العام لتلك الفئات المستفيدة. نعم، طيب من هم من تشملهم الحقائب المدرسية؟ ما هي من هم يعني تلك الأسر؟ أبناء الأسر المستفيدة من الجمعية، طبعا الجمعية تقدم خدماتها ل 600 أسرة يندرج تحتها أكثر من 3000 فرد، بالإضافة إلى في أيتام أيضا تشملهم تلك الحقائب. نعم، طيب آلية الالتحاق بالجمعية أو آلية التسجيل بهذه الجمعية حتى يعني يصبح أي شخص محتاج موجود على قائمتكم وتصل له المساعدات؟ جميل، طبعا الجمعية تقدم خدماتها لأهالي مدينة العيون، وهي إحدى المناطق، هي إحدى المدن في المنطقة الشرقية، وفق شروط معينة ترتب على بحث والوقوف بالشكل الصحيح على حالات تلك الأسر. بمعنى هناك أسر ممكن يكون دخلها الشهري محدود وتحتاج إلى الدعم، وممكن أيضا أسر عائلها لظروف معينة فقد وظيفته أو وضعه الصحي يحتم عليه أنه يحتاج إلى مساعدة، فبدور الجمعية تقدم تلك الخدمات والدعم لتلك الأسرة بعد زيارتها طبعا عبر اللجنة الاجتماعية وتفقد حالتها، وعلى ضوء ذلك يقرر. نعم، طيب كم عدد الأسر التي تقومون بخدمتها؟ أكثر من 600 أسرة يندرج تحتها أكثر من 3000 فرد تلقى العناية والرعاية طبعا، ولله الحمد والمنة حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان يولون القطاع الخيري عنايه بالغه. الامر اللي ولله الحمد والمنه يساعد على تقديم الخدمات النوعيه بقدر الامكان الى المستفيدين، بالاضافه الى ان هناك شركاء نجاح وضعوا من ضمن اولوياتهم تقديم الخدمات المجتمعيه لتلك الاسر. نعم، طيب أستاذ سعد، دائما هناك الأسر المتعففة، تلك الأسر لا يعني يقبلون أي شيء من أي أحد، وأيضا يعني يأخذون حتى المساعدات على خجل، هل هناك أشخاص من الجمعية يقومون بالبحث عن تلك الأسر؟ نعم، طبعا من دور الجمعية أنها تبحث عن تلك الأسر المتعففة عبر اللي هو مجلس إدارة الجمعية، كما أن هناك قسم نسائي خاص بالجمعية يعنى بتلك المهمة، وفيها بحث وتحري عن بعض الأسر المتعففة لأنها من الأهداف التي توليها الجمعية ويقدمها الوصول إلى أسر متعففة، وكما هو معلوم الأسر المتعففة في أمس الحاجة
ترفض يعني التحدث وإبداء يعني مدى احتياجها. فمن أدوار المناطقة الجمعية اللي وضعتها ضمن أولوياتها أنها تتلمس حاجات تلك الأسر لتقدم لهم الدعم المناسب وبسرية تامة. نعم، طيب أستاذ سعد، أيضا يعني في بعض الأسر أيضا ترفض أي مساعدة، هل هناك لجنة مثلا أو جهات تتم بإقناع تلك الأسر حتى تأخذ تلك المساعدة؟ ولله الحمد والمنة، الأسرة الجمعية لها باع وتجربة طويلة في موضوع الدعم والوقوف على حاجات المحتاجين، ومتى ما تواجد الدعم وبسرية تامة بعد التحقق تتغير قناعات بعض الأسر المتعففة. كما أن هناك بعض الأسر ممكن أنها بين فترة وأخرى يعني تعتذر مثلا عن استقبال الدعم، لكن بعد ما تعرف أن الجمعية جهة يعني موثوقة ورسمية ومعتمدة من قبل الدولة. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم. من الإحساء رئيس قسم الإعلام في جمعية العيون الخيرية سعد بن حمد العيد، شكرا جزيلا لك. تنعم المملكة العربية السعودية بالكثير من المعالم الطبيعية والتاريخية الجميلة التي تسرق القلوب لتمثل نعمة كريمة وكنز تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل. وما جبال طويق إلا واحدة من المعالم الكثيرة والمتعددة التي تشد إليها الرحال في الأجواء الباردة. نتابع. حافة العالم أو المطل حسب ما يعرف باللغة العامية الدارجة عند أهل المنطقة، هي من الأماكن الأكثر جمالاً لمحبي الطبيعة والطبيعة الصحراوية تحديداً. الوصول لهذه المنطقة أو القمة يعتبر تحدياً لا يقوم به إلا هواة الصحراء والطرق الوعرة. والله الوصول هنا زين صعب وبنفس الوقت شوي مرعب زين، حتى يعني اللي بيجي هنا يعني ما يجي بسيارة عادية، يجي المفروض بجمس سيارة يعني قوية. فريق قناة الآن وصل إلى هناك في رحلة صحراوية شاقة وممتعة ليتعرف على المكان وزواره وما رأوه. وجدت معلومات جيدة عن هذا المكان، واتضح بالفعل أنه رائع وأنصح الجميع بزيارته. حافة العالم هي نهاية سلسلة جبال طويق التي تمتد من الأردن وتنتهي بالقرب من الرياض. يتألف هذا المكان من منحدر صخري سحيق يطل على واد متسع تجري فيه السيول بعد هطول الأمطار في منظر مهيب، ومنه استمد اسمه، حيث أثبت العلماء أن هذا المكان كان عبارة عن قاع لبحر كبير يغمر شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام قبل أكثر من 50 مليون سنة. يبعد هذا المكان قرابة 100 كيلومتر عن العاصمة الرياض، وتزوره البعثات الدبلوماسية والمواطنون والمقيمون بشكل مستمر، وتفضل زيارته في الشتاء نظرا لصعوبة الأجواء هناك. أمضيت وقتا طويلا في السعودية ولم أعلم عن هذا المكان، وعندما قرر أصدقاء القدوم قررت مرافقتهم. ويبقى الحديث عن حافة العالم أقل بكثير مما يشعر به من يقف على هذه القمة. هذا ما يميز المملكة العربية السعودية الحافلة بالمواقع والأماكن التي تأسر القلوب قبل العقول. تعلم الموسيقى في السعودية يبصر النور بعد عقود، حيث حظيت دورة تعليم العزف على البيانو بجدة على إقبال كبير لنساء وأطفال وسط تعطش للترفيه. التقرير التالي والتفاصيل. أسرتها أنغام آلة الأورج، فنما عشق الموسيقى في حناياها منذ أن كانت في الخامسة من عمرها، فجعلت حلمها احتراف العزف الموسيقي،
وكرست حياتها لذلك، حتى أصبحت أول مدربة سعودية تعلم العزف على البيانو في جدة. إنها العازفة السعودية الشابة هدية شيخ البساتنة التي فتحت قلبها لنا، مؤكدة أنه لم يذر بخلدها يوما أن تقف على خشبة المسرح وتقدم دورات عزف البيانو، حيث أن تعلقها بالموسيقى منذ الصغر على تعلم فنون الموسيقى وأساسياتها على أيدي عازفين محترفين في دول عربية مختلفة، لتحصل أخيرا على شهادة علمية في الموسيقى وقراءة النوتة الموسيقية من أحد المعاهد العالمية. انطباع رائع، يعني لحظات هذه جميلة، ويعني حابقة أتذكرها طول عمري، لأن هذه اللحظة أنا يعني سعيت كثير علشان أوصل لها أو أشوفها قدامي، يعني ما كنت متخيلة أني أنا أشوف كده بنات يجلسوا كده مع بعض في غرفة نعزف مع بعض نغني مع بعض، فهذه مرة يعني حاجة جميلة. دورة العزف على البيانو الحقيقة كان في طلبات كثيرة من أطفال وفتيات وسيدات لتعلم الموسيقى في كل مجالاتها بما فيها النوتة، فبادرنا الحقيقة ورفعنا الجهات المختصة وحصلنا على الموافقات الرسمية، مدربة في مكان مخصص للسيدات بتدرب الأطفال وبتدرب السيدات على الموسيقى على العزف على البيانو. ويأتي اتجاهها لتدريب الراغبات بتعلم فنون العزف على البيانو من النساء بدافع تحفيزهن على تنمية مهارتهن، وكي لا يواجه المبتدئون نفس المعاناة التي عانت منها في عدم وجود مدرب متخصص. البنات متحمسات للدورة وقاعدين بيتطوروا حبة حبة، احنا اعطيناهم يعني تقريبا الى هذه المرحلة خلاص يقدروا يقرأوا اي نوتة هم يحبوها باليد اليمين باليد الشمال، ماشيين معاهم علشان يمشوا مع الايقاع تماما يمسكوا الريثم، فمتحمسات وان شاء الله يعني حيبقى حماسهم كده عالي لين ما يوصلوا للمستوى اللي هم يحبوه. لما سمعنا من انه جمعية الثقافة والفنون ستقيم دورة عن البيانو، صراحة مرة فرحنا وانبسطنا بالخبر ده، لانها فرصة اتاحت لنا فرصة انه احنا نتعلم شيء من زمان كنا نفسنا نتعلمه، حاولنا عن طريق اليوتيوب، لكن تعرف التعليم الذاتي صعب، مو زي لما احد يعطيك بالتفصيل. تعد هذه الدورة الأولى من نوعها على مستوى المملكة في مجال تعليم النساء العزف على الآلات الموسيقية، وتهدف إلى تعليم أساسيات فن العزف على البيانو ورفع الوعي بأهمية الثقافة والفنون ومجالاتها المختلفة، وتمكين الشباب والفتيات في مختلف مناطق المملكة لاكتساب المهارات وتطوير المواهب المتنوعة، حيث تلعب الموسيقى دوراً أساسياً في العديد من الفنون مثل المسرح والسينما. بداية الفرج، تعليم الموسيقى في السعودية يبصر بعد عقود، الأمر الذي دفع بشريحة من الشابات والشباب السعودي بالمطالبة إلى إقامة مثل هذه الفعاليات استكمالا للطلب المتزايد على برامج الفنون والترفيه، وهو ما دعمته الجهات الرسمية خلال الأشهر الأخيرة عقب استحداث الهيئة السعودية للترفيه. يعني مصباح الأخبار الآن جدة. مشاهدينا وصلنا وإياكم لفقرة تويتر، وبعد القرار الملكي بتعيين تركي آل الشيخ في منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أطلق مغردون واسم تركي آل الشيخ يصحح رياضتنا للترحيب بآل الشيخ والتأكيد على قدرته على تصحيح الوضع الرياضي في المملكة. برنامج الوطن اليوم لا يوجد له رأي محدد ولا توجه محدد، لكنه فقط رصد أبرز التفاعلات مع الوزن في عدة تغريدات، كان منها بداية يحيى التليدي غرد قائلا رياضتنا مع هذا الرجل ستكون في الطريق الصحيح وسيكمل المهمة بنجاح، فهو رجل مستقل وتهمه رياضة وطنه. فعلا أكيد تركي آل الشيخ يعني وبشهادة كل الإعلاميين وبشهادة كل الناس اللي يعرفون سيرته الشخصية، فعلا نقدر نقول إنه هو شخص مستقل وشخص فعلا له دور كبير، وفعليا الشيء اللي يعني إيجابي جدا في الأستاذ تركي إن
دائما حيادي، ما هو متوجه مع فريق ضد فريق آخر أو مع جهة ضد جهة أخرى، وهذا ممكن فعلا اللي تحتاجه الرياضة في السعودية. طارق النوفل أيضا غرد قائلا استطاع في أيام معدودة تصحيح مسار رياضتنا وتفعيل الدور الرقابي والقانوني في داخل الأندية. ناصر الفهد غرد قائلا ليس نادي بعينه وطن، شكرا لخدمة والشهادة، ليس نادي بعينه هو الشهادة لله أنك تقوم بتصحيح كوارث لمنع التعصب. تركي آل الشيخ بصحح رياضتنا. أيضا عبد العزيز مريسل غرد قائلا كل الخطوات الإدارية والاحترافية التي يخطوها تقول أن شعاره الأول والأخير السيفين والنخلة. عموما مشاهدينا أيضا أنا بدوري يعني أتمنى التوفيق لتركي آل الشيخ، وإن شاء الله طبعا ربي يسدد خطاه ويقدر فعلا أنه يسوي شيء مهم في هذا المنصب الجديد. انتهى وقت البرنامج مشاهدينا الكرام، أشكركم على المتابعة، هذه شيرين الرفاعي تحييكم، مع السلامة.